مرحبا عزيزتي المشاهدات اعزائي المشاهدين نواصل الحديث على منتجات التجميليه وعلى بعض العلاجات اليوميه للبشره بعد غياب دام لاكثر من شهر لظروف خارجيه كنرجع كنرحب بكم في القناه ديالي وعلى قناتكم اللي هي قناة ديال كتقدم نصائح كل ما هو تجميلي وطبي في عالم التجميل وعالم الطب والكريمات وكل ما يتعلق بجمالك سيدتي في الحلقة اليوم غادي نتكلم على واحد من المنتجات أو العلاجات اليومية لواحد نوع خاص من البشرة واللي هو البشرة الحساسة واللي العديد منكم كان سبق لي وطلب هذا يعني النوع من ديال الكريمات ولاش كيصلح يصلح ولاش كيفيد في التعليقات فكان شكركم جزيل الشكر على تدخلاتكم على آرائكم كان شكركم كذلك على تشجيعاتكم ومشاركتكم على القناة اللي هي قناتكم واللي بالفضل ديالكم انتم اللي كتخليوها تكبر وكلنا عائلة وحدة لأي تساؤل دائما كنقول خليوه لنا في التعليقات لأي استفسار كذلك خليوه لنا سواء في التعليقات هنا على القناة ديال اليوتيوب أو على صفحتنا على صفحة الانستغرام فخليكم معنا فبعد قليل غادي نتحدثوا على هذا النوع هذا من الكريمات أو العلاجات اليومية لكن قبل التطرق عزيزتي المشاهدات اعزائي الافاضل خصنا نعرفوا بلي ان شنو هي البشره الحساسه وكلنا نعرف باللي ان البشره هي المراه ديال الجسم بحيث عد اكثر الاجزاء الحساسيه من حيث التعرض ديالها لجميع التغيرات المناخيه الخارجيه وكتاثر البشره ديالنا بما كل ما يواجه يعني الجسم داخليا وكلما ازدادت حساسيه البشره كتنقص القدره ديال المقاومه ديالها للمشكلة اللي تقدر تعرض لها بحال الحكه المصحوبه بالاحمرار او الجفاف فلهذا خصنا نعرف بعض انواع الطرق ديال العنايه الخاصه بهذا النوع من البشره واللي احنا في الكلام عليه اي البشره الحساسه من حيث اختيار مواد التنظيف والغسول العناصر الغذائيه اللي كتمنح النضارة والحيويه واستخدام مستحضرات الترطيب والتجميل المناسبة ديالها وكيفاش يمكن لنا نحميوها من أشعة الشمس وكذلك خصنا نعرفو باللي أن الاهتمام يعني بالبشرة الحساسية عفوا الحساسة والوقاية والعلاج ديالها من خلال يعني اللي آه قالوه أطباء وأختصاصيو الأمراض الجلدية وإستشاريو جراحة الليزر في البشرة أه كتحتوي على عديد من الوسائل اللي كتعمل على الوقاية ديالها من المواد المهيجة والمحسسة وكنذكروا أه منها على سبيل المثال يعني كالبكتيريا الفطريات المواد الكيماويه ولكن في حاله ديال التدمير ديال هذا الحاجز الطبيعي اللي كيتمتلف تمسك ديال الطبقه العليا من الجلد والاختفاء ديال الزيوت الحاميه الموجوده بها والمواد الطبيعيه كتكون البشره الحساسه ديالنا عرضه للالتهاب وربما كتلعب حتى الظروف البيئيه والعوامل الخارجيه كالمناخ وكالمسببات الداخليه منها الاجهاد المرضي واحد الدور رئيسي في بدء ديال دوره التحسس بحيث أن بعض انواع البشره كتكون اكثر عرضه من غيرها من نتيجه ديال العوامل الوراثيه بحال مثلا الاكزيما او الاسباب يعني المرضيه التي منها التحسس الضوئي بين الاعراض التشخيصيه كذلك للجلد فبعض بعض العلامات اللي كتقدر تظهر على سطح ديال الجلد الجلد مثل الاحمرار المستمر وكذلك الطفح الجلدي والتقشر والتورم الخشونة كذلك كترافق عادة هذه الأعراض مع الشعور بالحكة وجفاف في المنطقة المصابة كيتم التشخيص ديال البشره الحساسه عاده بواسطه ديال طبيب الامراض الجلديه واللي كيقوم كي بدوره بفحص المريض ووضع واحد يعني الخطه علاجيه صحيحه منضبطه لنوع البشره المصابة وكي يعطيك ذلك تفصيل ديال طرق العناية الخاصة بهذا النوع هذا المصاب من البشرة كذلك غادي أسباب ديال الإصابة وأسباب التحسس اما بالنسبه لأسباب ديال الاصابه فالتحسس ديال البشره يمكن يصيب الافراد ذوي البشره الطبيعيه واللي كيرافق هاد الاصابه واحد الاضطراب ديال الحاجز الجلدي وربما كيكون جزء من الاعراض المرتبطه بالامراض الجلديه بشكل عام الا ان اصحاب ديال البشره الحساسه في الغالب هم اللي كيكونون كي يعني مصابون او عرضه للالتهاب الجلد التماسي التحسسي او الاكزيما الأرجية التهاب الجلد التاتبي والوردية وعادة ما كيعانون من تهيج البشرة كتر من غيرهم واللي يقدر يظهر على الهيئة ديال واحد الالتهاب احمرار بطور او نتوءات جلدية الى حكة كذلك في بعض الحالات كيتفاعل الجلد الحساس عند يعني ما كان وضعوا المكياج والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل وحتى العرق كذلك يمكن للبشرة الحساسة أنها كتفاعل في الحالة ديال تعرض المفرط لأشعة الشمس الرياح الحرارة الزائدة أو البرودة وهذا هو اللي كي يدي الجفاف ديال البشرة أو الإصابة بشكل زائد الوحد للردود ديال الفعل في الجلد بحيث أن الأفراد اللي عندهم بشرة حساسة هم اللي يعانون, يعانون يعني من الالتهاب الجلد اكثر من غيرهم بالاضافه ان الخطر ديال الاصابه ديال بالحساسيه اصابتهم بالحساسيه كيكون اعلى بالمقدار ديال الخمسة ديال أضعف من اصحاب الاشخاص ذوي البشره الحساسه كذلك بالنسبه للعوامل بحال الوراثيه العمر الجنس الاختلافات العرقيه فهي كذلك كتلعب الدور في الاصابه بحساسيه الجلد والتفاعلات ديال البشره بحيث ان العديد من الدراسات كدات بلي ان معدل الانتشار في اوروبا مرتفع جدا بالنسبه حيث كيعانون بحوالي 39% من السكان من حساسيه الجلد كذلك افراد ديال او افراد اللي عندهم البشره الفاتحه اكثر كيكونوا عرضه للاصابه بهذا العوامل اللي كنا والاصابه بهذا النوع من الامراض مقارنه مع الاشخاص اصحاب او ذوي البشره الداكنه اللي يقدروا كذلك يتصابوا بالحساسيه ضد قلنا التحسس الضوئي بالإضافة أنه وكذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية ومن بين أهم الأسباب الشائعة للإصابة أو لكتأتي الحساسية البشرة عندنا عوامل بيئية منها تلوث الهواء الحرارة البرودة والرياح بالإضافة إلى المواد اللي كتعد يعني جزء او كتعتبر جزء من نمط الحياه بحال الاستخدام الخاطئ المستحضر التجميل او نوعيه النظام الغذائي آه كذلك آه كنلقاو عوامل فيسيولوجيه واللي منها الاجهاد او الهرمونات الداخليه اللي كتفاقم آه وكيوقع فيها واحد الخلل فبعد ما تعرفنا على شنو هي البشرة الحساسة ولا أسباب ديال الإصابة دابا غادي نمرو الفقرة ديال التدابير الوقائية واللي نبغي نشير ليه ونأكد عليه بلي أنه البشرة الحساسة فهي ظاهرة يعني طبيعية وماشي مرض كي توجب فقط العلاج يعني بعد التشخيص بعقاقير الطبية إلا أنه الحاجة الوحيدة اللي خصكم تنتبهوا لها بلي أنه البشرة الحساسة كي خصنا نتعاملوا معها بواحد النوع من الذكاء وعدم اطارتها وتعريضها دائما للمهيجات وكذلك نجنبها المضاعفات وعلى راس هذا التدابير الوقائيه فهو الترتيب واللي كي تعتبر جزء من الاسلوب ديال حياة الجلد والعناية به بحيث كيخصنا نكتفو الاهتمام بواحد الشكل أصح... بواحد الشكل اكبر وخصوصا لأصحاب البشرة الحساسة وذلك بحيث انه خصنا نختارو المزيج الاكثر ترطيب خلال الاستحمام باش نتجنبو داك الجفاف اللي كتعرضلو البشرة وكيتعرض له اللي كيتعرض له الجسم اثناء الاستحمام كذلك كتعتبر واللي كيتعتبر من بين المحفزات العاليه اللي كتاثر لنا على البشره ديالنا كذلك خصنا ننتبهوا لنوع الكريمات اللي خصها تكون ما بين جافه الى دهنيه وكذلك خصنا نبتعتو نبتعدو عفوا على المواد اللي كتحتوي على الكحول المهيج من بين كذلك التدابير الوقائية للعناية بالبشرة الحساسة ديالنا كانت كمية وفيرة أي يعني كميات كبيرة من الماء باش هكذا نحافظوا على الرطوبه الداخليه ديال البشره ونجنبوها التهيج كذلك من بين التدابير الوقائيه اختيار واقي الشمس المناسب لكل بشره وطبعا تحت الاشراف ديال الطبيب اللي يقدر يكون وصفوا لكم اللي خص انه هذا الواقي الشمسي يكون خالي من المواد المهيجه وكي تستخدم في كل صباح وكذلك فقط وقت أي منتصف النهار وكيتم تجديد ديال الواقي الشمسي كل أربع ساعات أو كل ساعتين بعد ما تعرفنا على هاد التدابير الإشارة واللي نقدر نضيفو أن الترطيب ديال البشرة كيخص يكون مباشرة بعد الاستيقاظ وعدم تجنب تعرض المباشر اشعه الشمس وعدم يعني نتواجدوا في الاماكن اللي كتكون سخونه بحال مثلا قرب الافران وكذلك أه خصنا نحرصوا على استخدام ديال الاعشاب ونوع ديال الاعشاب بالنسبه للناس اللي كتستعمل الاعشاب كذلك النوع ديال العقاقير اللي نتناولها فهو قد يؤثر على التلف ديال الجلد وقد يسبب حساسية للبشرة ديالنا ومن بين التدابير كذلك اللي نستعملها للبشرة الحساسة ديالنا كمادات ديال ماء الورد فهي آمنة وتقوم بالتخفيف ديال هاد الحساسية كذلك خصنا انتبهوا لبعض الخلطات اللي كتكون المسبب الاول والرئيسي انه كتخلي البشرة ديالنا الحساسة بحيث بات حاليا كنشوفوا واحد الانتشار واسع الوصفات الطبيعية اللي تم تداول ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الأكثرية اللي كيتسمى أنه مسوقة لهاد الخلطات بحيث الكل كي كيخلط كيدير البشرة ديالته بدون ما تعرف السيدة نوع بشرتها بدون ما تعرف نوع ديال لي أو النوع ديال المواد اللي كتحتويها هاديك الخلطة اللي تقدر تكون مواد مقشرة ومؤذية للبشرة كذلك من بين من بين من بين قلنا التدابير الوقائيه ان خصنا استخدام مواد التجميل اللي تقدر تكون كتحتوي على مواد كحوليه واللي كتسبب واحد نوع من التهيج دي للبشره ديالنا وهذا الغرض فمجموعة بيو ديرما سونسي بيو آر اللي هي واحد العلاج يومي جات بواحد لاكخيم من اجل هذا المشكل هذا اللي يقدر يعاني منه العديد والكثير من السيدات وكذلك الشباب فما نقولوش بلي إن فقط هذا كريم للسيدات فقط وانما البشرة الحساسة المصابة بالاحمرار كما كنلقاوها هاد الاصابة عند السيدات نقدروا نلقاوها كذلك عند الشباب بيو اي ار من المجموعه بيو ديرما جات وجبت واحد علاج يومي فائق التلطيف كيخفف وكيمنع الاحمرار وذلك من خلال انه كيقوم على تنظيم ديال العامل البيولوجي المسؤول على التوسع ديال الاوعيه الدمويه وهذا التوسع هذا اللي يقدر يؤدي قلنا الى اضعاف الشعيرات الدمويه كيعمل هذا الملطف هذا اللي كتشوفوا امامكم قلنا من المجموعه بيو ديرمال واللي هو سونسيبيو اي ار آه كيعمل على آه تلطيف ديال البشرة الحساسة والمتهيجة والمكون من مواد عديدة والأهمها غادي نذكر منها مادة الإينوكسولون ومادة الألانوتوين وكذلك الكانولا وكلهم اللي كيعملوا على تخفيف والإحساس بالحرارة فورا فهو قلنا تلطيف يومي أو علاج يومي لتوي البشرة الحساسة والمصابة بالإحمرار اللي قدرت تستعمليه سيدتي كعلاج سريع وفوري في حالة ديال الشعور بحرارة شديدة في البشرة ديالك وكذلك أثناء الأيام المشمسة بزاف اللي كان بكذلك بعد الاستخدام ديال هاد الكريم هذا سونسي بيو اي ار كذلك باستخدام واحد الواقي ديال الشمس المخصص للبشرة الحساسة واللي تقدروا تلقاوه كذلك من نفس المجموعة على سبيل المثال الواقي الشمسي فوتو اي ار بواحد العامل ديال حماية وعامل الوقاية اس بي اف بلاس سايكونت. كذلك نقدروا هاد لا كريم هذا او هذا العلاج اليومي من المجموعه بيوديرما سونسي بيو سونسيبيو اي ار اه يكون علاج اه اللي قلنا انه واحد سوا اونتي جوغ اللي نستعملوا معاه كريم كذلك وعلاج ملطف سريع واللي هو سونسي بيو فورت كيف قلت فسانسيبيو اي ار كريم مهدئ ومرتب للوجه من المجموعة بيو ديرما وهو قلت كريم مهدئ كيحتوي على واحد التركيبة خفيفة سريعة الامتصاص وهو كيجي يعني كريم بواحد الخلاصة ديال الافوكادو وال بليسيرين وكذلك الكانولا واللي ما كيعرفش هنايا الكانولا هي زيت بذور الليفت الى بغيتو نهضروا على زيت بذور الليفت او على الكانولا فخليو لي في التعليق إذا آه كنت كنتو حابين نديرو حلقه حول هاد الماده هادي وكذلك حول هاد الزيت هذا آه نرجع ونقول بلي ان سانسيبيو اي ار آه كيحتوي على واحد التركيبه غنيه كتعمل على تعزيز واحد الحاجز ديال الرطوبه للبشره وكتحمي البشره من العوامل الخارجيه الضاره اللي تقدر تؤدي الى التلف ديالها كذلك الكريم اللي كتشوفوا امامكم سانسيبيو اي ار كيحتوي على واحد التقنيه ديال الروز اكتيف واللي كتساعد على تحسين البشره وكتقلل من الاحمرار وكتمنح البشره واحد الاشراقه كذلك هذا لاكريم هذا من بيوديرما سانسيبيو اي ار واللي هو اونتي كي رايدنس كير كيجي يحتوي كذلك على تقنيه الدي اي اف واللي هي واحد التقنيه كتجيب خلاصه ديال الاعشاب البحريه ومجموعه من المكونات اللي كتقوم على اصلاح ديال البشره التالفه والمتضرره والحمايه ديالها كذلك كتعمل على وكتساعد البشره في الترتيب كتقوم كذلك كيقوم بالاحرى هذا لاكريم هذا ديال سينسيبيو اي ار او سونسيبيو ار اللي هو سوا اونتي كي كيهدئ البشره المتهيجه والمتحسسه يمكن لينا نستخدموا هاد هذا كاساس للمكياج لتثبيت المكياج يعني يقدر اننا نستخدموه كبرايمر وما كيسببش تحسس البشرة كذلك هاد الكريم هذا اضافه انه كيقوم بترطيب البشره وكيمنحها واحد النضره مفعمه بالحيويه هذا خيم هذا سانسيبيو اي ار فهو كذلك خالي من البارابين وخالي من العطور مناسب للبشره الجافه والبشره الحساسه والمتهيجه وكيجي في واحد التوب ليبسي ديال 40 اي السعة ديال أربعين ملي وقلت أنه كيعمل على التهدئة وعلى الحماية ديال البشرة من هذاك التهيج اللي كتكون قد تعرضت ليه بحيث انه المجموعة ديال سونسي بيو او بالاحرى مجموعة بيو ديرما كتنزل واحد المجموعة ديال الكريمات واللي هي كريمات يعني كتقوم خاصة الاداوي البشرة الحساسة واللي كانوا كان انهم كيتعرضوا النوع من الواخس واحد النوع من السخونه المفرطه كتكون البشره مشدوده وغير مرتاحه كذلك كتكون متعرضه للاحمرار بواحد الشكل كبير فهنا جات المجموعة بيو ديرما بواحد النوع من الكريمات قلت لي مخصصة لدوي البشرة الحساسة بحيث انه بالاضافة لهاد الكريمات هذه اللي هي سونسي بيو اي ار اللي كان في الاسواق جات كذلك بواحد المعاقم ومزيل المكياج للبشرة الحساسة واللي هو سونسي بيو مامي سيلر اتش اه تو او اه واللي بغيتو ندوي عليه في حلقه من الحلقات المجا ان شاء الله فخليو لي في التعليق قلنا في المجموعه ديال بيوديرما جات بواحد المنتجات اللي هي منتجات للتنظيف والعنايه اللي كيوصيو بها اطباء الجلديه للبشره الحساسه حتى هنا هذا عزيزتي المشاهدات كل ما جاء بالنسبه لهذا لاكريم هذا من المجموعه بيوديغما وهو كريم سونسي اي ار سوان انتي غوجوغ اه كنشكركم على حسن الاصغاء وعلى تتبعكم الى باقي ما اشتركتوش اشتركوا اعملوا ابوني فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وشكرا لكم